أول ما نزلت اللعبة ونزل الإطلاق الرسمي تبعها نزلت فيديو عن خيبة أملي الكبيرة بالإطلاق الرسمي الفاشل بالنسبة إلي، صار كل العالم بتقولي على الفيديو يا كذاب يا حقير يا مدري شو وتنتقدني. شو هلا؟ كل الناس عم تنتقد، كل الناس ميأسة معها من ايباكس ليجند موبايل، كل الناس على تويتر مبلش تويتات ميأسة معها يعني على الاخر اليوتيوبرية الكبار، وخاصة فرق لانه عن جد خيبة امل لكل اليوتيوبرية لايباكس ليجند موبايل. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، واليوم حنحكي لكم عن فشل ايباكس ليجند موبايل الزرايع. تصوروا بنهار واحد كل مشاهدات من 10 ل 100 الف فيو ويصيروا 5000 4000، يعني النيو ستيت يعني كل الاطلاق الرسمي تبع النيو ستيت صراحه افضل من هيك. يعني نحكي بالتفاصيل بعد شوي. اذا اول مره بتشوفنا على يوتيوب مهتم بهاللعبه دقيق حط لايك وسبسكرايب وبس، خلينا نروح نكفي الفيديو. ليتس جو للإشارة قبل ما نبلش، نجاح أو فشل اللعبة ما بيحدد إذا اللعبة حلوة أو لا. مثل ما بتعرفوا في لعبة كتير حلوة وما نجحتش، وقبل يعني حط لكم الخلاصة بالنسبة لي أيباكس ليجند موبايل من أفضل ألعاب السنة للموبايل. بداية خلينا نبلش بسياق بداية أيباكس ليجند موبايل. أول ما انطلقت رسميا ونزلت لكل العالم، أول ما نزلت على أساس تنزل شو 6 الصبح 3 الصبح، للأسف نزلت عند ناس وعند ناس ما نزلتش، يعني صارت تنزل تدريجيا بس بطريقة عشوائية مدري كيف، يعني ناس كانوا عم يلعبوها وناس ما كانواش عم يلعبوها، يعني كان الإطلاق الرسمي صراحة مش بوقت واحد، كان إطلاق رسمي عشوائي. حتيجوا تسألوني إنه ليش هيك عمل الشركة؟ هل قد الشركة غبية حتى تعمل هيك؟ كل بساطة يا إخوان المشكلة مش منهم، مش هني غباية، يعني المشكلة من السيرفرات، وبعدنا لهلأ عم نعاني من مشكلة السيرفرات. يعني يا إخوان حطينا يمكن شبكينا على سيرفر واحد، نحن كلنا تبع الشرق الأوسط أوروبا، شبكينا على سيرفر واحد والبينج من 103 ل 200، فناس إذا كانت قريبة على السيرفر هني قليل بيلعبوا على التوب، بيلعبوا على بينج 3-4، ونحن بدنا نلعب على 150 و200، يعني اطلاق رسمي افشل من هيك بينج مش شايف. يعني بعدنا لهلا تصور وصلنا اسبوعين نازل اللعبه وبعدها لهلا مشكله البينج ما انحلتش. والسبب الثاني اللي اكثر شيء مخيب للامال هو الوعود الكاذبه، وعدونا على اساس اذا انت اشتريت بالسوفت لانش السكنات بيرجعوا لك، للاسف ما رجعوا لناش السكنات الذهبيه، جبرونا نرجع نشحن شركه اي اي النصابه لحتى يعطونا سكن هذا الذهبي تبع الكاربين، بعد ما خلصناش وعود كاذبه، وعدونا اول ما تنطلق اللعبه رسميا بدها تنزل على الجيم لوب 120 فريم، صح؟ هيك على اساس، بس رجعوا غيروا رايهم وقالوا اللي بيلعب ايباكس ليجند موبايل على المحاكي بيتبند، بعد يومين ثلاثه بنلاقي كل العالم عم تلعب على المحاكي ونزلت رسميا على الجيم لوب، يعني يمكن شركه اي مش عارفين حالة بتنزلها على المحاكي ولا بتنزلها. بتعرفوا انتو لعيبي الموبايل ما بيطيقوا لعيبة المحاكي، فباختصار لعيبة الموبايل كان عندهم أمل انه ما تنزل على المحاكي فرجعوا بخعوهن ونزلوها على المحاكي. يعني هاودي الشغلات مع انه يعني سيرفر المحاكي لحال، بس بتعرفوا انتو لعيبة الموبايل ما بيطيقوا ابدا لعيبة المحاكي. واحدة من الشغلات اللي فشلت اللعبة اكثر واكثر هي سقف التوقعات الكبير اللي كان عندنا. يعني يا اخوان عملوا لنا سوفت لانش والفا وبتا تقريبا شي 10 20 مرة، ضلوا عايشين سنتين الفا بتا تجربة تجربة تجربة، فصراحة بعد كل هالتجارب وكل هالمماطلة باللعبة صار عندنا سقف توقعات كثير عالي. فصراحة يا اخوان هاك اطلاق رسمي ما كانش ابدا بالحسبان، كنا بنتوقع اكثر من هيك صراحه. سكوب السنايبر، يعني انا اذا معي كرايبر او معي حيلا سنايبر ومع سكوب، فتحت السكوب انت وعم تفتح السكوب منا سموس ابدا، منا سلسي، بتحسها عم تعلي، بتحسها يا خيي مش منطقيه، حتى تحريك الايم بتحسه اوقات غبي، في دروب فريمات، في مشاكل، في جليتشات. يعني للصراحه السوفت لانش كان افضل من الاطلاق الرسمي، ها مش بشهادتي، بعتقد مش شهادة كل الناس. ولما تلاقي ايباكس ليجند موبايل عم تنزل بالمجتمع الاجنبي، المجتمع العربي صعب تطلع بقول لك، بس كمان بالمجتمع الاجنبي تنزل، التويتر معبي معبي تويتات ميأسي معهم الشباب. بنروح للسبب اللي بعده اللي خلى اللعبه عن جد على الاخر يعني تفشل، هو الهكرات. على اساس الحمايه توب ومدري شو والبدكم اياه، للاسف يا اخوان من اول يومان تهكرت وعلى المحاكي من زمان، يمكن قبل ما تنزل كانوا عارفين كيف يهكروها. والأسوأ من هيدا كله، هو كلهم اللي حكيناهم بعد ما وصلناش للأسوأ، أسوأ شيء باللعبة إنك ما تسوقها مزبوط، والحمد لله شركة إي آي يعني أفشل من هايك إعلان ما فيه. يعني يا إخوان مثلا ببجي نيو ستيت عملت إعلانات عند بندريتا عند أبو فلا وعند شوكوتاكو، كان الإعلان فاشل
بس يا اخوان اعلاني ايه افشل؟ اكيد بتعرفوا بندريتا. بندريتا كل فيديوهاته بتوصل ملايين، كل فيديوهاته اقل شيء مليون مليون ونص، الا فيديو اعلان ايبكس ليجند موبايل نص 500,000 400,000 وصل ليومين ثلاثه لحتى وصل ال 500,000. ومش بس هيك، يعني عملوا اعلان عند جيمر سناك وقناه بشار، هود القناتين مخصصين للبي سي، العاب البي سي. فكيف اجى على بالهم شركه اي اي يعملوا اعلان عند هول اثنين؟ ابعرفش يا عم. جمهورهم هاو لعيبة بي سي، مش حيلعبوا لك العاب موبايل ولا حيحضروا لك العاب موبايل. قبل ما كفي بقيه النقاط، مثل ما بتعرفوا ايبكس ليجند موبايل هي لعبه باتل رويال، ومثل ما بتعرفوا على منصه الموبايل لحتى تنجح لعبه باتل رويال بدك تستقطب لعيبه ببجي موبايل على لعبتك، بدك تقنعهم انه بدك تعطيهم فكره ليش بدي انا اترك حسابي ببجي موبايل وروح العب لعبه تاني نفس الفكره باتل رويال، بدك تعطيهم شيء هيك يعني يغريهم. ايبكس ليجند موبايل للاسف ما في شيء يغري لعيبه ببجي موبايل يروح على ايبكس ليجند موبايل. ليش؟ اللعبة بكل بساطة معقدة بشكل مش طبيعي، في مليون قدرة، في مليون شغلة، ما في شروحات. يعني لو وين لو عطينا لليوتيوبري العرب يعملوا شروحات، يعني انا مثلا كلاعب بي سي بعرف ايبكس ليجند موبايل، بعرف قدرات الشخصية، بس لعبت الموبايل ولا مرة لعبانين على البي سي، ولا مرة لعبانين ايبكس ليجند على البي سي. فيا اخوان ما عنده الخبرة باللعبة، فانت تصور فايت على لعبة فيها هالقد يعني قدرات وشخصيات واسلحة جديدة، يعني بتخبص عقلك. فبتشوف كل هالكم الهائل من المعلومات اللي لازم تحفظها، بتقول العام عمره ما تلعب، راح بكفي ببجي موبايل حسابي عالي وموصل كونكرورات ومع سكنات وكل مسجات، ايش بدي ارجع اروح على ايبكس ليجند موبايل؟ وهون شغله السكنات بتاخذنا على النقطه اللي بعدها. الناس كلها معودة على نظام باكيجات ببجي موبايل اللي هو الكل مسج لود بوكس، يعني في مميزات لهود اللي عندهم اسلحه بتتطور. عندك بشركه اي اي بتحب الشفيطه وما بتحب تتعب، يعني يا اخوان سكنات ما لهمش قيمه بس شكل، وبتدفع منيح. يعني لو بتدفع 100 دولار 200 دولار او تدفع لك 400 ل 500 دولار حتى تجيب باكج واحد اللي بدك اياه. واذا بدنا نيجي نعمل احصاء منلاقي انه 3 ارباع اللعيبه الجاي من ببجي موبايل مولعين بالسكنات، شغله السكنات عندهم شغله اساسيه. فبعد ما يجي على ايبكس ويلاقي انه الباكجات غالي، حقه الباكج 500 دولار وما الوش قيمه، فحياخذ فكره سلبيه عن اللعبه، صح ولا لا؟ كمان في بعض صناع المحتوى الاساسيات تبع ايبكس ليجند موبايل عملوا معهم عقد اي اي، قال انه الفايب تبع الاطلاق الرسمي تبع ايبكس نفس الشيء تبع نيو ستيت، وللصراحه هذا مزبوط. وكمان نيو ستيت يعني بالبدايه كان البينك 50-60 مع انه كان في مشاكل، بس 50-60 كتير منيح. ايبكس ليجند موبايل يعني يا دوب بالبينك الايكونومية، يعني بتدعي وبتشكر انه البينك عندك 90 يعني اذا كان انترنتك بافضل حالاته. فللأسف يا اخوان شكل اللعبة نزول، شكل اللعبة اهتمت بالمحاكي اكتر من الموبايل، يعني دعموا ال 120 فريم على البي سي، يعني على القليل يدعموا ال 90 فريم على الموبايل. بتعرفوا انتو ببجي نيو ستايل تقريبا بلشت مع بعضهم هي وايبكس ليجند موبايل، فللصراحة كان لازم اثنيناتهم يكونوا نفس المستوى. بنروح للنقطة الأخيرة اللي فشلت اللعبة وهي شركة اي اي، للأسف ما بتتسمع للكوميونيتي تبعها. يعني صلنا مدري قديش بنقولوا ظبطوا السيرفرات ما بيزبطوه، نزلوا لنا الماب الثاني ما بيعملوها، في خطا هون وفي وحده هون جلتش هون ما بيزبطوه. عندكم ببجي نيو ستيت صراحه كان الاطلاق الرسمي فاشل، بس يخي يومين ثلاثه نزلوا دغري ابديت. لا عند ايبكس ليجند موبايل الهكرات عم تسرح وتمرح، وبعدنا لهلا ما لقيناش ابديت، ما لقيناش تحسينات لنظام الحمايه، وما ما في شيء. بتحس هيك اللعبه ما بتسمعش بالمره للكوميونتي تبعها. فصراحه انا فقدت الامل منها وطرين وورزون على حر من الجامر. فاز اول مره عم تشوفنا على يوتيوب يا اخوان، ان شاء الله يعني اللعبه تنجح، بس للاسف للصراحه يعني مبين انه حتفشل. فبس سلام يو.